إمان كلهم ثمن الأهلكم والله وأنا سالم ذي الجلال والأكرام في العشرة التوالي يصلح شانكم ويطول أعماركم ويتم علىنا الأمن والأمان ولا يأمن الأوراق من على اللي ما يعز الأمن ولا ما تفكونا من شر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الأخ العزيز الشقيق الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي أصحاب السمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطيب التمنيات لسموه بوافر الصحة والعافية وإلى الشعب الإمارات الشقيق بدوام التقدم والرفاه. يسرنا وجودنا اليوم بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعتبر منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقان ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بلدينا. كما أنني سعيد أن أكون بينكم وفي بلدنا الثاني في قرب ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات المتحدة. إن العلاقة المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون السياسي تجاه شؤون المنطقة وقضايا العالم، وقد انعكس ذلك جليا خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي مع استراتيجية وطنية للبلدين وتكامل الرؤى في المملكة العربية السعودية رؤية 2030 والإمارات رؤية 2021 اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين بحول الله للشعبين الشقيقين وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة. إن عام 2020 هو عام الإنجاز للدولتين، فنحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل في رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة 20 في 2020 واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض إكسبو 2020، هما خير دليل على ما تحتضنه كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم. فأن يستغل هذه الفرصة لكي أعلن بأن المملكة العربية السعودية قد قامت بدعوة الإمارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك مبني على مكامن قوى البلدين وروح العزيمة والريادة والإبداع التي يحظى بها شعبي بلدين. وتأتي الأعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استكمالا لهذه المسيرة والجهود المشتركة بغية تحقيق تطلعات مواطني بلدين. وفي ضوء المتابعة المستمرة لقيادة البلدين لمجريات أعمال المجلس والإنجازات التي تمت تحقيقها على أرض الواقع والأثر الذي أحدثته على مواطن البلدين، فنسعى معا لتقييم جميع المجالات التعاون وإطلاق مبادرات مبتكرة وجديدة تسهم في أثر إيجابي لكلا البلدين ونواصل الجهد الرائع الذي بذل في السابق. وفي الختام أكرر شكري لأخي سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على جهوده الكبيرة في تحقيق هذا التعاون، ونحن متفائلون بعزيمتنا وقدرتنا على تحقيق رؤية مشتركة أكبر وأشمل في أمور أكثر. كما أشكر أصحاب السمو والمعالي من الجانبين على جهودهما لتحقيق سياستنا المشتركة والمبذولة خلال فترة تولي الجانب السعودي لأمانة المجلس في دورته الأولى، وأدعو كل من أعضاء المجلس من الجانبين للعمل معا يدا بيد لضمان تنفيذ الأهداف المرسومة وتحقيق ما نتطلع عليه جميعا إلى أرض الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دولة الرئيس، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أشكر دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على حسن الاستضافة لنا في هذه المدينة الجميلة، وأهنئها على إدارتها الناجحة لقمتنا وعلى النتائج المتميزة التي حققها. أشيد ببرنامج عمل مجموعة من خلال رئاسة اليابان لهذا العام وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية. ستواصل المملكة العربية السعودية دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برامج العمل خلال بقية هذا العام. وفي ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، فإن الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين، وتعتمد فعاليتنا في تحقيق ذلك على قدرتنا لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة. إن تعزيز الثقة في نظام التجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا
على إصلاح منظمة التجارة العالمية تحت مظلتها، وكذلك من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، ونؤكد على أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى توافق بشأنها في عام 2020 تفاديا للتدابير الحمائية. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة 20 في ديسمبر هذا العام، وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء خاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا لمناقشة القضايا الملحة في القرن 21 وتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان. وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة ولتحقيق أكبر قدر من الرخاء، ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولضمان الاستدامة، فسوف يكون موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها وتكاليف أثارها السلبية على كوكبنا الغالي، وضمان التوازن البيئي في العالم من أجندتنا تحت رئاسة المملكة للمجموعة. يعد توفير التمويل الكافي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ونحن في أمس الحاجة إلى تعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالات عديدة مثل الأمن الغذائي والبنية التحتية والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه واستثمار في رأس المال البشري، وستحظى هذه القضايا باهتمامنا العام القادم. كما أن أمن واستدامة المياه وما يترتب عليها من تحديات بيئية وسياسية هو أحد أهم المواضيع التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وسنعمل معكم لإيجاد سياسات توافقية لهذه التحديات. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، نحن نعيش في زمن ابتكار العلمية والتقنيات غير مسبوقة وأفاق نمو غير محدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل لتجنب العالم كثير من المضار وتجلب العالم كثير من الفوائد الضخمة في الوقت ذاته. فقد ينتج عن هذه الابتكارات تحديات جديدة مثل تغيير نمط أعمال ومهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، مما يستجوب علينا العمل جميعا لمجابهة هذه التحديات في أقرب وقت لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية في المستقبل. إن علينا جميعا مسؤولية العمل معا والتعاون مع شركائنا في العالم لخلق بيئة يزدهر فيها العالم، بما يعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل. ولأني متفائل أكثر من أي وقت مضى بعزيمة وقدرتنا المشتركة لتحقيق ذلك. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، في الختام نرحب بكم ونطلع استضافتكم العام القادم في الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنوات الماضية كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا، وأغلب هذه المنظمات تعمل في عدة دول بدون ما يكون هناك تنسيق قوي وجيد ومميز بين الدول الإسلامية. اليوم هذا الشيء انتهى بوجود هذا التحالف، فاليوم ترسل أكثر من 40 دولة إسلامية إشارة قوية جداً بأنها سوف تعمل معاً وسوف تنسق بشكل قوي جداً لدعم جهود بعضها البعض. بخصوص إيران، مثل ما ذكر فخامة الرئيس، أنا أتفق على كثير من النقاط وأتفق مع طرح فخامة الرئيس، لكن لدينا فقط مشكلة واحدة. ماذا لو في عام 2025 أصبح بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة؟ فلا أعتقد أنه في هذاك الوقت إيران سوف تحترم ما سوف يحدث، وسوف تنشئ قنبلة نووية في أيام معدودة تضع العالم في أمر واقع. لذلك لا نتفق أن نصل إلى يوم من الأيام إيران بينها وبين قنبلة نووية أيام معدودة. اليوم إيران لو أرادت أن تحول برنامجها وتنشئ قنبلة نووية سوف يستغرق من سنة إلى سنتين، ونستطيع أن نقبل أشياء كثيرة في هذه السنة أو سنتين في حال إيران اتجهت إلى إنشاء قنبلة نووية. لكن بعد انتهاء الاتفاق في 2025 سوف يكون هناك فقط أيام لكي إيران تستطيع أن تنشئ قنبلة نووية، وهذا أمر خطير جدا يكبلنا في خياراتنا، وسوف نواجه وقتها إيران بسلاح نووي، سيكون وضع خطير جدا في الشرق الأوسط. أرجو أن لا يزعمني فخامته، وأرجو أن يحسن ظني فيما سوف أقوله. لا نريد أن نكرر اتفاق حدث في عام 38 وكان نتيجة الالتزام فيه حرب عالمية ثانية. والرحم منكم أب أو أخ أو ابن ترى الملك، وأنا وكل الشعب السعودي محل الله سلام، واجبنا أن نكون جزء من أسرتكم بعد ما فقدتوا شهدائكم في حماية الوطن ومقدراته وأمنه ومقدسات المسلمين. والعمر الإنسان بدون وطن وبدون أمن وأمان
وبدون كرامة وعز ما لها قيمة. الله يطول عمرك. حنا يا أهل المملكة العربية السعودية قبائل وأقاليم عشنا بكرامة وعز طول حياتنا ولم نتعود لا على نقص أو على إهانة أو على عدم أمن. ما راح منكم إن شاء الله أن الملك وأنا إن شاء الله والشعب السعودي يسدون محلي فقدتوه. الله يطول عمرك. إن كان فينا طيب فهو من طيبكم، كما تكونوا يولى عليكم. إن كانكم طيبين بنصير طيبين. الله يطول عمرك. وطيبنا من طيبكم. الله يعزكم. أنا ودي أختم طعورك فقط اعتبروني محل الأخ محل الإبن، وإن كان صغير لكن اعتبروني محل الوالد. الله يطول عمركم. وأي شيء نقدر نقدمه حنا في 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 شوفة. الله يسلمكم. أنا سعيد جدا بوجودي مع معالي الأمين العام. I'm very happy to be here with you, Mr. Secretary General. بثمرة المملكة العربية السعودية دولة مؤسس للأمم المتحدة. As you know, Saudi Arabia is a member country that founded, co-founded the United Nations. ونحن نؤمن بمبدأ الأمم المتحدة وسيادة القانون وتنظيم عمل العالم وسيادة الدول. And we believe in the notion of the United Nations and its work and its scope and in the sovereignty of nations and the rule of law that governs the world. Our problem with the Middle East is with the ideas that do not condone or believe in the notion of the United Nations. And they continue to operate in stark contradiction to the principles of the United Nations. In interfering in the internal affairs of other countries. وفي الترويج لأيديولوجيات عابر الحدود ليس على علاقة بالمصالح الوطنية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أسعدنا ونرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية في هذا اليوم البهيج. وكل يوم يجتمع فيه اليمنيين هو يوم فرح المملكة العربية السعودية التي كانت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وستظل دوما مع اليمنيين حريصة على استقراره وساعية لازدهاره وواثقة بأن حكمة الله شعبه تسمو فوق كل التحديات. إن موقف المملكة تجاه اليمن موقف المملكة تجاه اليمن من المواقف الأصيلة التي صارت شعبه العزيز الذي تضمها به عواصم الدين والقربة والقروبة والجوار. استمرار تلك المواقف الراسخة قد صدرت توجيهات سيدي خادم الأمين الشريفين للمسؤولين في المملكة العربية السعودية وبذل كل الجهود من اجل رأس الصدع بين اشقاء اليمن. ونود نشيد استجابة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوب لدعوة المملكة للحوار فيها وما تم التوصل اليه بفضل الله من اتفاق في الرياض الذي نسأل الله ان يجمع كفاتح الخير في مرحلة جديدة استقرار وبناء استقرار اليمن والبناء والتنمية فيه. ستكون المملكة معكم فيه كما كانت دولة. وأود أن أشكر في هذه المناسبة أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنوه بما قدمته دولة الإمارات المتحدة الشقيقة بتضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنودنا المواصل وزملائهم من بقية دول الاتحاد. لقد كان شغلنا الشاغل منذ بدأت الأزمة اليمنية ونصف الشعب اليمني الشقيق استجابة لطلب الرئيس وطلاق المبدأ الدفاع عن النفس ولوقوف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه قوة السلاح. ومن الكلام على الشرعية ومؤسسات تحقيق أمن إيران وأمن المنطقة والمقاطع المائية الحيوية للعالم كله. وقد تمكنا ولله الحمد من تحقيق تحقيق اليمن وأمن المنطقة وقدمنا الدعم والمساعدة للشعب اليمني بما يليق بما يجمعنا به من إخاء ومحبة وسنواصل السعي طموحات الشعب اليمني في استعادة دولته والوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث. وتوفيت فرصة على كل من يريد شرق اليمن الشقيق والعزيز. أيها الأخوة الكرام، في الختام تؤكد المملكة على أن هذه النوايا الصادقة والحكمة اليمنية التي تتجسد في اتفاق الرياض وأعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار وفوق كل مطمح من مطالع الأطراف التسعة نشر الطائفية والفوضى وعدم الاستقرار في اليمن والحق بشعب الله تعالى ودعاء الشعب اليمني سيفتح هذا الاتفاق باذن الله امام تفاهمات اوسع بين الدولات اليمنيه للوصول لحل سياسي من هذه الازمه اليمنيه ويحصل اليمن بتحديد ما يريد الخير لليمن من جميع مكوناته وسائر شعوب المملكه العربيه.
يبارك في جهودنا جميعا ويوفقنا للمكان الخير في دولنا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب باسم خادم الحرمين الشريفين لإخواني وزملائي من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وزراء الدفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. ولا شك بأنه اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جدا، لأنه في السنوات الماضية كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا، وأغلب هذه المنظمات تعمل في عدة دول بدون ما يكون هناك تنسيق قوي وجيد ومميز بين الدول الإسلامية. اليوم هذا الشيء انتهى بوجود هذا التحالف. فاليوم ترسل أكرم 40 دولة إسلامية إشارة قوية جدا بأنها سوف تعمل معا وسوف ترسق بشكل قوي جدا لدعم جهود بعضها البعض، سواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي أو الجانب السياسي. فهذا الشيء سوف يحصل اليوم، وكل دولة سوف تقدم ما تستطيع في كل مجال حسب قدراتها وإمكانياتها. ولدينا اليوم في اجتماعنا هذا عدد مبادرات سوف تعلن في البيان الختامي بعد اتفاق أصحاب السمو والمعالي عليها. كما لا يفوتنا اليوم أن نعزي الأشقاء في مصر شعبا وقيادة على ما إلى ما حدث في الأيام الماضية، فهو فعلا حدث مؤلم للغاية، وكأنما يجعلنا نستذكر بشكل دولي وشكل قوي خطورة هذا الإرهاب والتطرف. فجميعا نعزي إخواننا في مصر، ونؤكد أننا سوف نقف جانب مصر وجانب جميع الدول في العالم مكافحة الإرهاب والتطرف. اليوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عمل هذا الإرهاب والتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا. لذلك لن نسمح بما قاموا فيه من تشويه هذه العقيدة السمحة ومن ترويع الأبرياء في الدول الإسلامية وجميع دول العالم أن يستمر أكثر من اليوم. فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائم في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الإسلامية. واليوم سوف نؤكد أن سوف نكون نحن من الحق وراء حتى يختفي تماما من وجه الأرض. أرحب بإخواني مرة أخرى، وأتمنى مخرجات لهذه القمة ناجحة، وأتمنى أن تكون الجهود لهذا التحالف ناجحة ومميزة. وأهلا وسهلا بكم. الحادث اللي حدث مؤلم جدا لجميع السعوديين، خاصة لأن المواطن سعودي، وأعتقد أنه مؤلم لأي إنسان موجود في العالم. هو حادث بشع غير مبرر تماما. اليوم المملكة العربية السعودية تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقيق واكتمال التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للنتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة وأخذ العقاب الرادع. وهذا الإجراء المطلوب أن تعمل أي حكومة يقع شيء مثل هذا الأمر، وهذا الشيء مؤلم فيها. بلا شك التعاون اليوم بين الحكومة السعودية والتركية تعاون مميز، ونعرف أنه الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا. أريد أن أرسل لهم رسالة من هذا المنبر، لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز. ولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس في تركيا اسمه أردوغان. لن يحدث هذا الشرخ، وسوف نثبت للعالم أن الحكومتين متعاونة لمعاقبة أي مجرم وأي مذنب، والعدالة في الأخير سوف تظهر. فهذا الاستعانة الأولى في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته في 3 سنوات الماضية، وفي حوكمة وإعادة هيكلة كثير من القطاعات. أعتقد أن اليوم آن الأوان
إعادة هيكلة القطاعات الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية لكي ترتقي بمستوى القطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة العربية السعودية. أولاً أطلب من الجميع بأن لا يصدقوني، انظر للأرقام، الأرقام هي التي تتحدث. تصحيح لمعلومة المعلومة اللي ذكرتها، التوقع لنمو الاقتصاد المملكة العربية السعودية للعام الحالي من 2.2 إلى 2.5%. إن شاء الله. عدلت أكثر من مرة، أعتقد 3 أو 5 مرات. أنا عندي 1.9 ناس. كل يوم تتعدل الأرقام إلى أفضل. وإن شاء الله العام المقبل تكون أفضل بكثير. لو ننظر للأرقام في العامين أو الثلاث أعوام الماضية، نجد مثلا إيراداتنا الغير نفطية تكاد تكون تضاعف 3 مرات. نجد أنه الميزانية الحالية للعام الحالي أكبر ميزانية في المملكة العربية السعودية. ميزانية العام القادم سوف تكون أول مرة في المملكة العربية السعودية تقر ميزانية بأكثر من تريليون ريال سعودي. نجد أن نسبة الإنفاق الرأسمالي والتشغيل تتزايد، ونسبة الرواتب تنخفض. قبل 3 أعوام كانت نسبة الرواتب من ميزانية المملكة العربية السعودية تقريبا 50%، نتوقع العام القادم سوف تكون 45% مع زيادة هذا البند ومع زيادة التوظيف. فهذا كان تحدي كبير جدا، وأنه النسبة تقل في الميزانية والتوظيف يتضاعف. نعتقد أنه أرقام البطالة سوف تتحسن من العام القادم حتى نصل إلى 20-30-7%. صندوق استثمارة العامة مثلا قبل 3 سنوات كان حجمه 150 مليار دولار، العام الحالي وصل إلى 300 مليار دولار، نتوقع بنهاية العام يكون قريبين من 400 مليار دولار، اللي هو هدف 2020. صندوق استثمارة العامة قد نحققه في بداية 2019 وقد نصل في 2020 500-600 مليار دولار، وصولا إلى 2 تريليون إن شاء الله أو أكثر في 2030. مركزنا في التنافسية العالمية تحسن، وأعلن هذا الشيء أعتقد قبل عدة أسابيع. انظر للأرقام، لا تصدقني، انظر فقط للأرقام توضح لك أين كنا وأين نحن اليوم، وانظر للأرقام في العام القادم توضح لك هذا الشيء. أيضا الإصلاح في عدة قطاعات أخرى مثل الجانب الثقافي أو الترفيه أو الجانب الرياضي أعتقد أنها واضحة بشكل كبير جدا، لا من حيث التصنيف السعودية في عديد من المراكز ولا من حيث النشاطات داخل المملكة العربية السعودية. هناك قفزات فلكية في 3 سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية. مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف. أنا أعتقد أنه هناك مشاريع مميزة في الشرق الأوسط. لو ننظر للشرق الأوسط بعد تأسيس الأمم المتحدة كان الوضع دائما صعب، وكانت الدول التي تعمل بشكل جيد تعتمد على موارد طبيعية أهمها النفط خصوصا في دول الخليج. لكن أتى رجل في التسعينات وأرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أن نستطيع أن نقدم أكثر، الشيخ محمد بن راشد. قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الأوسط يقتنع أننا نستطيع أن نقدم ليس كدبي فقط بل أكثر من ذلك كثير. رفع السقف، نريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية، ونريد الجميع يتنافس على رفع السقف، ونستطيع أن نرى بعد ذلك أبو ظبي تحركت بشكل قوي جدا وبإنجازات متتالية وسريعة، وكل دولة الأمارات، البحرين أيضا منذ تولي سمو ولي العهد في 99 المهام التي تولاها إلى اليوم حقق إنجازات ضخمة وعظيمة جدا في البحرين. هذا لا شيء عن ما سوف يحدث في 5 سنوات القادمة في البحرين. الكويت اليوم لديها رؤية 2035، ولديها شعب رائع، ولديها موارد مالية ضخمة جدا، بكل سهولة سوف تستطيع أن تحقق إنجازات ضخمة. اليوم في مصر العام الماضي تحقق نمو في اقتصادها 5% تقريبا أو أكثر، العام هذا أكثر من 5%.
معدلات البطالة تنخفض بشكل سريع جدا في مصر. إنشاء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية تتزايد بشكل أنا كتصدقه في مصر. أزور بعض المواقع في مصر، أجد المسؤولين من أكبرهم إلى أصغرهم يبكون وهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى ومصر القوية. ومع ذلك يعتقدون أن كل ما حققوه في السنتين الماضية لا شيء، لم يبدأوا بعد. نستطيع أن نرى عمل قوي ورائع جدا بقيادة دولة الرئيس في لبنان لاستعادة لبنان لصدارتها والانطلاق من هذاك المحل، ولا أجزم أنه جهود إخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس والقادة اللبنانيين. الأردن أيضا لديها مشاريع ضخمة جدا وتحولية، ونحن نشارك في جزء من هذه المشاريع. عمان لديها مشاريع كبرى وتحاول أن تنقل عمان إلى مرحلة أخرى بالإضافة لعمله في السنوات الماضية، بالإضافة للمملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماماً، البحرين سوف تكون مختلفة تماماً، الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماماً بعد خمس سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، أردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، سوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. فقط للتنويه، أي حرب يوجد معارك نخسر فيها، أنا أتوقع أن سوف نتصل بكل المعارك. لكن لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويل. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا انهد هذا الجبل وتساوى من الأرض. وأختم فقط بحاجة، أنه دولة الرئيس سعد جالس يومين في السعودية، فأرجو ما تطلع إشاعات أنه مخطوف. في كامل حرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طال عمرك. عيد مبارك. عيد مبارك. العيدين. طيب طال عمرك. نتمنى إن شاء الله يمعد عليكم وعلى الجميع إن شاء الله، على مملكتنا الغالية، وكل سنة إن شاء الله سنوات مديدة بعز وقوة إن شاء الله وسعادة للجميع إن شاء الله. فقط اللي يهمني في العيد، في هذا العيد، أنه يعني يوم فرح واجب علينا يكون يوم فرح بالنسبة لكم المسلمين، أني فقط ما أكون بينكم في هذا اليوم، لكن الظروف إن شاء الله تزول، الظروف السيئة تزول إن شاء الله، وإن شاء الله مقبلين على خير دائما بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين. وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبحوار أفضل إن شاء الله دائما من كل سنة لسنة، وموفقين إن شاء الله. سيدي أؤكد لسموكم الكريم أن قواتنا المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية بفضل الله أولا، ثم بالدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من لدن قيادتنا الرشيدة أدام الله عزها، وبمتابعة شخصية من سموكم الكريم وسمو نائبكم، وإننا نطبق كل الاحترازات اللازمة مع الحفاظ على الجاهزية العالية المطلوبة. سيدي أنتم معنا دائما. ما يحتاج، كذا يد واحدة لخدمة وطننا الله يسلمك. الله يطول عمرك. شكرا. بالتوفيق إن شاء الله. أنتم لقب حياتي للجميع. تأصل طعمك. أمركم سيدي.